المرجئة على النقيض لا يكفرون بالكبائر ولا تضر الإيمان عندهم، لا يكفرون بالكبائر هذا طيب لكن لا تضر الإيمان ولا تنقصه. فالعاصي صاحب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا مذهب المرجئة على سبيل الاختصار، لأنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فمن ترك واجبا أو فعل محرما أو ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة دون الشرك فهذا كامل الإيمان ولا تنقصه المعاصي ولا تزيده الطاعات عندهم، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. هذا مذهب المرجئة، وهو على النقيض من مذهب الخوارج، وهم أخذوا بآيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد.